السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايب قلبي هنتكلم عن آخر أخبار اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد أخبارهم الأخيرة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بسبب الفيديو اللي صوروه مع بنتهم وروعوها وخوفوها، والأم دهنت وشها حاجات كده عشان البنت تخاف والكلام دوت. دلوقتي تم إخلاء سبيلهم بكفالة قدرها 20,000 جنيه لكل منهم، بعد ما اثبتوا ان الفيديوهات اللي مع بنتهم مش بتجيب لهم ربح كبير، بل بالعكس الفيديوهات اللي بيعملوها مع بعض هي اللي بتجيب ربح اكتر. وتعهد احمد حسن وزينب بحسن رعاية الطفلة وبعدها تماما عن السوشيال ميديا، والقضية ما زالت موجودة وجاري التحقيق فيها. وتكلف المجلس القومي للاطفال بمتابعة الطفلة، وان اي شيء هيحصل للبنت هيتدخل المجلس القومي لحقوق الاطفال. وان كان ليهم سابق انذار قبل كده من سنه ان هم كانوا بيتعاملوا مع البنت ومع الفيديوهات مع فيديوهات مع البنت برضو بطريقه مش كويسه، فده انذار ليهم. وكمان ان المحامي بتاعهم نفى كل الاتهامات الموجهه ليهم انهم بيتاجروا ببنتهم، وقالوا ان الغرض من التصوير دوت ذكرى حلوه يسيبوها لبنتهم لما تكبر يعني وتشوفها وتفرح بيها وكده. وانا مرايه يا جماعه ان هم فعلا غلطوا ماشي، بس انا شايفه الموضوع وصل لحد كبير قوي وخد يعني حجم اكبر من حجمه، والموضوع مش مستاهل كل ده، لان ياما بيحصل حاجات زي كده في الاسر المصريه. كتير قوي بيحصل بين الاسر المصريه حاجات زي كده، واكتر من كده كمان كتير، ومحدش بيبقى داري بيهم ولا حد حاسس بيهم. فهي من بس عشان هم على السوشيال ميديا، فطبعا الموضوع خد شكل تاني. وانا من رايي ان في يعني ناس اولى بالاهتمام ده كله، في اطفال الشوارع اللي ما لهمش مأوى وشكلهم يعني يصعب على الكافر، بيبقوا نايمين تحت الكباري وشكلهم جعانين وشكلهم صعب جدا، دول اولى ان احنا نهتم بيهم. لكن على الاقل ايلين مامتها وباباها مش هيكونوا يعني احن عليهم من مامتها وباباها، ما فيش حد يحن على ايلين اكتر من الام والاب. وطبعا يعني بنت مرفهه وعايشه في فيلا يعني ما شيلوش يعني همها قوي زي اللي يعني اطفال الشوارع، اهتموا باطفال الشوارع اكتر اللي هم يعني مش لاقين اكل ولا اي حاجه ولا لاقين مأوى ولا اي حاجه، دول اللي احنا نهتم بيهم ونتكلم بيهم اكتر يعني نتكلم عليهم اكتر. بالنسبه كمان ان لقيت ناس كتير قوي شمتت فيهم في احمد حسن وزينب، برضو الشماته يا جماعه حرام، قال هم لا شماته، وشماتة دي حاجة وحشة جدا. فاحنا يعني مش لازم الشماتة الجامدة قوي دي، وفي ناس بتحبهم في ناس مش بتحبهم، واحنا لازم برضو نحترم الناس اللي بتحبهم. 6 مليون شخص، 6 مليون شخص مشترك عندهم وبتفرج عليهم ومتابعهم، وفي قلة قليلة مش بيحبوهم، فاحنا لازم نحترم كل الاراء. بالنسبة للمشتركين عندهم 6 مليون ومشاهدات عالية جدا، ويعني وبيتفرجوا عليهم وبيحبوهم، وفي ناس مش بتحب محتواهم بيقولوا ان هو محتوى هايف، فده بيرجع لأذواق الجمهور، واحنا لازم نحترم الرأي ده والرأي ده. ولازم كمان ان احمد حسن وزينة بيعترفوا ان هم غلطوا ويحاولوا يحسنوا من محتواهم، وان الجمهور يشجعهم ان هم ينقوا محتوى كويس ما يأذيش حد وما يأذيش نفسهم. لكن فكرة ان هم كانوا يتسجنوا، ان البنت بعد ما هي متربية في وسط باباها ومامتها ان هم يبعدوا عنها ويودوها لجدتها، دي طبعا فكرة ما كانتش كويسة جدا، لان طبعا البنت كانت نفسيتها هتتعب جدا، والبنت اصلا ما تقدرش تعيش بعيد عن مامتها وباباها، لازم تعيش في وسط مامتها وباباها. فهي الكفالة دي برضو هتشد ودنهم وان هم مش هيعملوا كده تاني، وهم هيحاولوا يسافروا برا بلد دبي وهيبدأوا حياة جديدة هناك، وربنا معاهم ووفقهم. وطبعا دي هتبقى شدت ودن ان هما مش هيعملوا كده تاني. هما لو كان حد من المتابعين قال لهم في الكومنتات يا جماعة بلاش تعملوا كده كده غلط، كانوا يسمعوا الكلام.